عندما نتحدث عن المرأة المغربية الصوفية نتحدث عن المرأة التي جعلت بصمتها في تاريخ التصوف النسائي بامتياز، ليس تعليما، ليس زهدا، وليس انزواء، وليس عزلة، وإنما بإيجابية وبانخراط في المجتمع وفي مشاكل المجتمع. فكانت الواعظة وكانت المرشدة وكانت الفقيهة وكانت المعلمة وكانت التي تبني تساهم في الوقف التي تساهم في بناء المدارس وفي تسيير المدارس وفي بناء المساجد. فهذه الميزة التي تميز المرأة المغربية، أن المرأة المغربية الصوفية ميزتها أنها مرأة فاعلة داخل المجتمع. هي الأم وهي الأخت وهي التي تربي وهي التي تعلم وهي التي تثقف النساء وهي التي تدعو إلى الخير. يعني كل هذه الأمور، فهي جمعت كل هذه الالتزامات الاهتمامات، هي مصبة فإلى جانب الجانب الآخر التعبدي السلوكي التقرب في التقرب الذي فيه تقرب إلى الله وفيه عبادة. المرأة المغربية لم تجعل من التصوف تصوف رهبنة وانعزال، وإنما جعلت منه تصوفا عمليا، مثلما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد رجلا يتعبد وأخوه يأتي، فقال هذا ماذا فقد يتعبد في المسجد؟ قال ومن يعوله؟ قال أخوه. فقال لهم أخوه أعبد منه. إذن العبادة هي عمل، هي عبادة وعمل وفاعلية وإيجابية في المجتمع. حزب الحركة الشعبية عن طريق المنظمة النسائية كينظم هذه الندوة ديال حضور المرأة في بناء النموذج التصوف السني بالمغرب. شنو بغينا من هذه الندوة؟ نبينوا أن المرأة، أن التصوف في المغرب ما اقتصرش غير على الرجل الولي الصالح العالم التقي، بل أيضا هناك المرأة المغربية المتصوفة أيضا اللي ساهمت بشكل كبير في بناء النموذج التصوف تربية ومنهجا وسلوكا، كعالمات، كفقيهات، كوليات صالحات. وهذا هو الدور اللي يحسب المنظمة ديال النساء الحركيات في الإبراز ديالو للنقاش العمومي والإعلام العمومي، خصو يسلط الضوء على المرأة العالمة والمرأة الولية وما يبقاش الضوء دائما مسلط على الرجل.